مشاهدينا، وزي ما عودناكم كل يوم، اللي مش لاحق يقرا الجرايد ومش عايز يقرا الجرايد لاي سبب يقدر يعمل كده معانا، ومستعرض اهم عناوين الصحف من كل الصحف اليوميه الموجوده، ودايما بيكون منورنا احد الصحفيين والشخصيات المرموقه. والنهارده ضيفنا في هذه الفقره الصحفي والاعلامي الاستاذ محمد حميده. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. نبدا على طول من العناوين، ونبدا من المصري اليوم. التجار يسبقون النواب في تنفيذ القيمه المضافه. من الشروق، صفحة من الشروق، اعتراضات برلمانية تؤجل تمرير بناء الكنائس، طبعا القانون اللي عليه جدل كبير جدا. من الوطن، تأكيدا لانفراد الوطن، وزارة الزراعة تحظر دخول قمح الأرجوت إلى مصر. من الشروق، 4850 ساحة لصلاة العيد، ومنع السلفيين والإخوان من الخطابة بأمر الأوقاف. من الأخبار، في التعديل الحكومي للقانون، تحويل الختان من جنحة إلى جناية. من الأخبار أيضا، انطلاق المشروع القومي لبناء المدارس بمشاركة القطاع الخاص. من الوطن، مفاوضات دير السلطان. وأخيرا من المصري اليوم، ترامب يتعهد مجددا بطرد المهاجرين الغير شرعيين، وداعش تؤيد فوزه. نبدأ على طول يمكن من العشوائية اللي في الأسواق الموجودة الحقيقة، وجشع من بعض التجار. زي ما قلنا، المصريين بيقولوا التجار بيسبقون النواب في تنفيذ قانون القيمة المضافة. يعني هي أول مرة ولا آخر مرة؟ هي المسألة ببساطة شديدة لازم يكون في آليات من وزارة التموين لضبط الأسعار والبحث عنها بشكل جيد، لأنه المسألة دي مسألة لا يعني مش بتحدث لأول مرة، دي بتحدث للمرة الألف، للمرة المليون، إنه التجار دائما يستبقون الأحداث ويعني بيغلوا الأسعار مع أي خبر الأسعار، عن أي قانون ولا على أي زيادة جمركية ولا على أي زيادة تعريف، حتى أي زيادة في الدولار. يقول لك الدولار زاد، يعني عايز تفهمني أن البضاعة المتوفرة لديك في هذا التوقيت بعد زيادة القيمة المضافة دي. يعني أنت خدتها بالتسعيرة دي، لسه الضريبة ما اتطبقتش. طبعا ده اتحاد الغرف التجارية بيقول ده في الخبر، أنه في حوالي زيادة، في حوالي 2.5% زيادة في أسعار السلع اللي هي الخضار والفاكهة. يعني انت بتتكلم على الأسعار اللي بتمس المواطن بشكل مباشر. الأسباب أنه بيرجعوها إلى ضريبة القيمة المضافة. القيمة المضافة من حيث المبدأ تم الموافقة عليها من مجلس النواب بالأمس، واتفقوا على أنه القيمة المضافة هتبقى 13% بدل 14%. وفي طبعا اعتراضات في كتلة ما يسمى، أنا بحطها دائما بين قوسين، 25-30 الكتلة اعترضت على القانون، ولكن هو ده سمت النواب، يعني هو ده سمت مجلس النواب، ان يبقى في معترضين وان يبقى في موافقين. ولكن في النهايه هناك تاثير على الاسعار في السوق، وهذا معروف لدى جميع خبراء الاقتصاد، لازم هيكون في تاثير. ولكن التاثير بالظبط كده، التاثير يجب ان يكون معلوم القيمه. يعني اللي انا اقصده انه هناك سقف لهذا التاثير، خبراء الاقتصاد بيحسبوه. دي اليات ضبط السوق بقى. انت دلوقتي لما بيكون عندك طبعا يعني ما ينفعش يبقى عندك سلعه تبقى موجوده النهارده بجنيه مثلا على سبيل المثال، وبكره بتقول لي انها ب2 جنيه، يعني زايده 100% بسبب القيمه المضافه. انا ساعتها اعمل على طول عليك قضيه، مش ما فيهاش كلام، لانه انت بتزود بنسبه 100%، والاضافه لزياده التحرير، انت ضريبه المبيعات 10% بتطبق دلوقتي، انت اللي هيزيد 3%، فالزياده هتبقى في حدود 3-4% بكتيره. انما تزود لي بنسبه 100% و50% و25%، الكلام ده مش سليم، والكلام ده لازم له اليات. واعتقد انه يعني ممكن يكون فعلا في ذهن الحكومه اتخاذ بعض الاجراءات في هذا الموضوع. نتمنى فعلا الناس تعبانه جدا 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 في هذا الصدد. شروق، اعتراضات برلمانيه تؤجل تمرير بناء الكنائس. القانون طبعا زي ما قلنا، قانون عليه جدل كبير جدا. احنا واصلين لاي مرحله؟ القانون المفروض انه اتفقت عليه الكنائس الثلاثه، ويعني في موافقه من الحكومه، ودخل اللجنه التشريعيه في مجلس النواب، وفي بعض الاعتراضات على ما يسمى بالماده الثانيه اللي هي بتقول انه الكنيسه او حجم الكنيسه في المكان اللي هتتبني فيه يجب ان تتناسب بشكل جيد مع حجم الناس اللي هم موجودين في هذه المنطقه، حجم المسيحيين في هذه
المنطقة علشان تقدر تستوعبهم، وأنه من المسموح أن يكون لها منارتان أو ثلاثة أو يعني دار أو اثنين داخل إطار الكنيسة. ودي يعني أثارت اعتراض بعض النواب، أنا مش عارف ليه، يعني ليه؟ يعني إذا كانت المسألة مسألة طبيعية إلى الغاية أن يكون حسب عدد الناس اللي موجودين في المنطقة يجب أن يكون هناك مبنى يستوعب هؤلاء الناس في توقيت واحد، لديهم بعض الأعياد التي يجتمعون فيها داخل هذه الكنائس بشكل جمعي بشكل كلهم بلا استثناء، وبالتالي هذه المسألة يجب أن تكون يعني متناسبة مع حجم. أنا مش شايف إيه المشكلة في هذا، وليه يتم اعتراض على المادة الثانية بأنه يبقى في منارة أو اثنين أو ثلاثة أو مبنى أو اثنين داخل إطار الأرض المخصصة لبناء الكنيسة. أعتقد أنه المسألة دي ممكن تتحل، ولكن اللجنة التشريعية في هذه الآونة يشوبها الكثير والكثير من اللغط. كل يوم بنسمع عن تشابك ما بين أعضاء اللجنة، ودايما بيبقى فيها طرف المحامي مرتضى منصور مع أي طرف آخر. هذه المسألة أعتقد أن احنا تقريبا يوميا دلوقتي هو بيناقش قانون، يعني إذا كان الحكم بتاع عمرو الشوبكي أو أحمد مرتضى، أو بيناقش قانون بناء الكنائس. هنا سمعنا عن مشكلة، وهنا سمعنا برضو عن مشكلة. أعتقد أن هذه المسألة يجب أن تؤخذ بعين الجدية من مجلس النواب بشكل جدي. لازم يحصل فيها يعني وقفة جدية، وإلا يعني هيستمر المسلسل والفيلم اللي احنا شايفينه ده بشكل سيء. مشكلة كمان خصوصا هو في هذا الوقت كله مدي فرصة لانتشار الإشاعات والشائعات والمغالطات والتضليل وإشعال الفتن والنار على جهل مش على علم الحقيقه. واعتقد ان دي كانت هي المشكله الاكبر. فبالتالي لو وصلنا فعلا خلاص لنهايه هذا المطاف، وفعلا تم خلاص اتفاق وتوافق مع هذا القانون، خصوصا اللي فهمناه كمان ان خلاص المفروض ان كمان قداسه البابا كمان مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل ده في توافق وفي اتفاق وفي تفاهم. من الطبيعي ان يكون هناك معترضين، من الطبيعي ان يكون هناك معترضين على التفاصيل بس مش على عصب. دي طبيعه القانون. انا اقصد دي طبيعه المناقشات، لكن طبيعية. من غير الطبيعي ان تخرج اللجنه في كل مره مشكلة. ما هي دي الفكرة، وبالتالي كل ده زي ما قلنا بيؤدي إلى إطالة الوقت والموضوع بيبقى أكثر تعقيدا، وما ده مش مطلوب خالص في المرحلة. إحنا في عندنا حاجات أهم بكتير. صحيح. نروح على انفراد الوطن. وزارة الزراعة تحظر دخول قمح الأرجوت إلى مصر. طبعا لسه ده مشاهدين ما عندهمش خلفية، يا ريت نعرف أكثر عن هذا الموضوع. يعني ده كان متوفر في فترة ما. الأرجوت ده فطر يعني يتوفر إلى نسبة محددة، هذه النسبة كانت بتحددها وزارة الزراعة، وبتقول إنه هذه النسبة مسموح بوجودها داخل أي قمح مستورد من الخارج. طبعا زي ما أنت عارف إنه القمح بيجي على سفن وبيبقى مشون في هذه السفن بطريقة معينة، و كمية رطوبة بتبقى كبيرة جدا، وبالتالي هذا الفطر بيبقى متواجد بشكل ما. ولكن منع الدخول القمح بالكامل أي إذا كان مصاب بالأرجوت، أعتقد أنه ده يعني قرار تأخر قليلا. يعني هذه المسألة كانت من المفترض أن تكون يعني بشكل كبير قوي من السابق، لأنه القمح بيأتي من الخارج بأسعار أقل حتى من التوريدات اللي تمت من الداخل، من الزراعات الداخلية. وبالتالي وكمان متاح، يعني المسألة ما هياش دلوقتي أسعار القمح وأسواق، متاح بشكل كبير. فليه احنا ما ناخدش باسعار جيده احسن البضاعه؟ اعتقد انه ده قرار جيد، وبيحمي كتير جدا من المواطنين من وجود فطر داخل القمح وهو فطر الارجوت. نتمنى فعلا برضو مش بس كده. الحقيقه يمكن وزاره الزراعه بتحاول، وموضوع القمح هو ملف من الملفات المهمه جدا الحقيقه في وزارات كتير جدا معنيه. لسه في موضوع وزاره التموين، اعتقد انه ده يعني هو ده اكلنا، فيعني لازم يكون في فعلا اهتمام بهذا الموضوع. 4850 ساحه لصلاه العيد، ومنع السلفيين والاخوان من الخطابه بامر الاوقاف. اعتقد انه المنبر والمنابر ستظل لسه برضو موقع جدل وموقع حديث إلى أن ينتهي هذا الحوار نهائيا. إحنا كنا بنتكلم في خطبة موحدة، ثم تم إيقاف هذه الخطة، ثم دلوقتي منع السلفيين والإخوان من هم يتخذوا المنابر. ما هو ما فيش حد بيقول إلا فيما نظر، يعني ما فيش إمام مسجد ممكن يكون حتى تبع الأوقاف بيقول أنا سلفي أو أنا إخواني. فإزاي إحنا بنحدد ده؟
وازاي يكون في معايير. هو مضمون الخطاب هو اللي بيحدد واتجاهاته الفكريه هي اللي بتقول. ده صحيح، مضمون الخطاب هو اللي بيحدد والاتجاهات الفكريه واحيانا الاتجاهات الشخصيه بتبان طبعا المساله، ومن يقرر هذا اكيد هي الاجهزه الامنيه. يعني المساله مش مرتبطه بشكل مباشر بوزاره الاوقاف، ده قرار قديم. يعني هو الصحيفه هنا ربطت القرار القديم اللي هو منع السلفيين والاخوان من بشكل عام، مالهاش دعوه بقى عيد وغير عيد، ده قرار قديم. يعني عموما جمعه عيد، ده قرار من زمان، ده قديم. يعني احنا داخلين في اكتر من سنتين كمان على القرار ده. والقرار ده هي بس ربطته بتوفير الساحات، لانه توفير الساحات احيانا بيبقى مع توفير ساحه ممكن يخرج البعض ويعني يخطف في الناس ويبقى مش مصرح ليه. القصد من الخبر بشكل واضح انه من يصرح لهم من وزاره الاوقاف تصريح مباشر وواضح يسمح له باعتلاء المنبر سواء على ساحه او داخل مسجد، وبالتالي المساله تبقى يعني في الاطار القانوني. والا الامن اللي بيامن هذه الساحات سوف يمنع اي حد ممكن يعتلي المنبر اذا لم يكن مرخصا له من وزاره الاوقاف. ونتمنى فعلا ان كمان احنا عندنا مشكله، احنا عندنا مناطق كثيره جدا نائيه ممكن تكون بعيده عن الاعين الرقابيه وبص كبيره قوي. على فكره هي دي المشكله، انت حطيت ايدك على المشكله. يعني دي على فكره ده يعني هو ده الكلام السليم. يعني القاهره واسكندريه يعني مدينتين في تحت النظر، احنا عندنا لحد اسوان تحت فيه والقرى يعني برضه السيطره على المساله دي بشكل كامل شبه مستحيل. يعني نتمنى فعلا، لانه في الاول في الاخر احنا بنتكلم في تضليل وفي غسيل للمخ زي ما بيقول، في التعديل الحكومي للقانون، تحويل الختان من جنحه الى جنايه، قوانين كتير طبعا، خطوه ايجابيه جدا جدا جدا. بس الاهم من القانون هو ايه؟ تنفيذ القانون وتنفيذه. صحيح. هل فعلا هنشوف حقيقي تنفيذ لهذا القانون في هذه الجريمه؟ شوف انا هقول لك حاجه، يعني من بدايه الثوره، ثوره يناير، وبعدها ثوره 30 وما حدث بعدها، انا من البدايه في هناك ايجابيات. من ضمن هذه الايجابيات ان هناك استجابه للراي العام اذا كان الراي العام متضرر بشكل كبير من مساله ما، كما حدث في فتاه السويس اللي توفت نتيجه للختان داخل احد المستشفيات وبمساعدة أحد الأطباء ووالدتها اللي كانت مودياها. كل دول دلوقتي على ذمة قضية كبيرة موجودة في السويس، وأعتقد أنه هذا التعديل قد يسري على الأحكام التي سوف تصدر على هؤلاء، فتكون عبرة يمكن في ناس تخاف. هي المسألة طبعا ده حماية للأنثى، هو تجديد العقوبة من 3 شهور ل5 أو 7 سنوات، دي عقوبة جامدة قوي، دي عقوبة شديدة. وتشديد العقوبة حتى جناية لمن يصطحب فتاة إلى الطبيب أو إلى أي مكان آخر، كل حد متواطئ أو مشارك بقى من سنة ل3 سنين. فأنت عندك هنا تشديد، وتشديد مناسب، وتشديد كان مطلوبا من زمان. وكمان احنا يعني هناك برضو تشديدات أخرى يجب أن تكون في قانون العقوبات، في تشديد في الاغتصاب بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار حتى. أعتقد أنه آن الأوان أن يكون الموضوع في الأطفال دلوقتي بيعتبروه يعني من 3 ل7 سنين، يعني هو ده الحد الأقصى في الوقت اللي فيه أنه المسألة دي هي اغتصاب لمستقبل ولد أو لمستقبل بنت بشكل كامل، وبالتالي لازم أن يكون هناك تشديد لهذه العقوبة تصل إلى الإعدام، يعني زيها زي اغتصاب أنثى. هذه المسألة أيضا يجب أن توضع في الحسبان في الفترة القادمة. أنا مع هذا التشديد بشكل كامل، وهو التشديد في العقوبة لختان الإناث. ونتمنى كمان زي ما قلنا التنفيذ، يعني قانون يحيى عليه طبعا كل من قام أو كان ليد فيه، لكن أيضا تنفيذ 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 هو المهم. لا هينفذ هينفذ، لانه المساله دي اصلها يعني اصلها حصل بايه بالابلاغ؟ ما هو النهارده عندك عائلات كتيره جدا سواء في الصيد او الفلاحين او كده، هم بيعملوا بيكتموا وخلصنا ومحدش يقدر يفتح بقه. بالظبط كده بيحصل. هنعمل ايه بقى دول؟ بس لا 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 هيحصل، لازم الحالات الكتير اللي كانت ما بيتبلغش عنها وبتتوفى احيانا او بتصاب بالتشوهات في احيانا اخرى وممكن تروح مستشفى يتبلغ عنها. يعني المسألة هتبقى واضحة جدا لما بنتي جيلها نزيف وتروح المستشفى، هيتبلغ عن الحالة دي ويتعرف ايه الموضوع، وساعتها هيحصل ردع. نتمنى فعلا انطلاق المشروع القومي لبناء المدارس بمشاركة القطاع الخاص، ايضا خبر ايجابي مهم جدا. التعليم هو هدف قومي، والمنحة ده منحة جيد. انه في النهاية ان انت ممكن تدي للمستثمرين تقول لهم انا هشتغل معاكم بنظام البي او تي
هتسلمني المشروع كاملا بعد 40 سنة، انت هتبني وانا هدي لك الارض ببلاش، وهتبني وتستثمر وتدير، وهناك محددات معينة انا برضو هلزمك بيها، لانه في النهاية انا مش هسيبك تكسب بنسبة 100% و200% و300%، ده كلام مش مطلوب ومش منظور. انا مدي لك الارض ببلاش وحدي لك المرافق ببلاش، وبالتالي انا ليا طلبات. الطلبات دي بشكل واضح انه الاسعار بتاعت الاولاد لانها هتبقى بفلوس مستثمرين، تبقى اسعار في متناول المواطن بشكل يعني معقول، ما تبقاش مغالى فيها زي ما كتير من المدارس دلوقتي بتعمل. كمان المسائل بتاعت زيادات المصروفات بشكل سنوي، الكلام اعتقد برضو هيبقى تحت عين الوزاره، والاداره والمناهج هتبقى يعني مناهج هتبقى باللغات، يعني هذه المدارس ممكن تبقى منارات ممكن تساهم في حركة التنافس مع المدارس الأخرى اللي بتدرس باللغات للطلبة، وبتلبي في نفس الوقت حاجة ماسة بالنسبة للمواطنين المصريين، لأنه في عدد كبير جدا من المدارس ناقص، وفي عدد كبير جدا من الطلبة، بيصل الأمر إلى 130 طالب في الفصل الواحد. وغير كده مستوى بقى التعليم اللي هو بياخده، يعني هو سيبك حتى لو في مدارس متوفرة والطلبة مش متكدسين، مستوى التعليم يا أستاذ شريف مستوى التدريس، فاحنا دي قصة تانية خالص. محتاجين ثورة يعني في التعليم، في التعليم احنا محتاجين ثوره. ماشي، بس عندي سؤال دلوقتي، احنا هنا بنتكلم على تعيين، يعني برضو نظام، طبعا في حاجه اكيد اسئله كتير جدا، احنا ممكن نفرد اعتقد فقره كامله في نهارك سعيد او اكتر من فقره في هذا الموضوع، لان ده موضوع مهم جدا وخطوه مهمه جدا. بس خلينا نقول انه هيكون في اكيد شروط وهيكله في 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 اداره هذه المنشات التعليميه. مثلا هل هيكون مثلا التعيين فيها بطريقه النظام الحكومي، ولا هيكون في معايير اخرى؟ لا، لما يديها المستثمرين، معنى انه يديها المستثمرين انه له حق الاداره، وحق الاداره يتيح له ان يعين من يشاء كيفما شاء بالمرتب اللي هو ممكن شايفه. واعتقد انه لما يكون، وبعدين اختيار الاماكن، يعني اذا كانت وزاره التعليم بتختار مكان 200 مدرسه هتعملهم في الفتره اللي جايه بشكل جيد، اذا كان هناك حاجه ماسه في قريه ما في الصعيد، في صعيد مصر او في حتى الدلتا، وهذه الحاجه تم تلبيتها من هذا المشروع، اذا انت بتلبي حاجه للناس، وبالتالي انت برضو ممكن يعني بتنمي المستوى التعليمي في هذه المنطقة بأنك بتحط مدرسة خاصة، ولكن بشروط ميسرة تحت نظر الدولة، لأنك عم مديله من الجنب التاني مديله تيسيرات، غير لما يكون في مستثمر وجاي اشترى حتة أرض ب 10 مليون 20 مليون وبنى عليها ب 100 مليون، وبعدين بعد كده بيقول لك والله اللي عايز يجي عندي انا باخد 20,000 في السنه وباخد 30,000 في السنه، واذا كان عاجبكم. يعني هي المساله ده غير ده خالص. اعتقد انه التوجه اللي احنا ماشيين فيه ده توجه جميل، ان تم هيبقى حاجه جيده. ان تم فعلا ان شاء الله باذن الله. احنا خلاص وقتنا تقريبا بيخلص، فانا هاخد سريعا جدا اخر خبر يمكن لانه مهم. ترامب يتعهد مجددا بطرد المهاجرين غير الشرعيين وداعش تؤيد فوزه. ماذا بعد يعني؟ داعش تؤيد فوزه، ده المضحك في الخبر. ها وبعدين بقى؟ يعني ده المضحك في الخبر، ده بقى اللي بياكد ان داعش طالعه امريكيه. ما هو يعني لو داعش بقى بتؤيد فوز ترامب، المساله لا قصد ضد المسلمين، فاحنا مش فاهمين بقى انت عايز ايه دلوقتي. لا يعني بص، احنا المساله برضو ما نقدرش الحلزونه يعني. طبعا هي الحلزونه، داعش في النهايه بتؤيد من يؤيد يعني وجهه نظرها، واعتقد انه ترامب بيؤيد وجهه نظرها بشكل كبير، مش بشكل مباشر على ما تفعله، ولكن بأفعاله أو على الأقل بأقواله العنصرية بشكل كبير جدا. وأعتقد أن المسألة دي واضحة جدا جدا جدا، ولكن لا يمكن التنبؤ بنتائج الرئاسة الأمريكية. دي حقيقة، أنا شايف محللين صعب ونتائج مسبقة ومسبقة، وأنا أعتقد لا صعب، أي كلام صعب صعب صعب. واستطلاعات الرأي حتى لحد دلوقتي يعني لم تحسم الأمر حتى. بس أمريكا نظام معقد جدا جدا جدا، وبلد فعلا بيمارس، شئنا أم أبينا، هي بلد تمارس الديمقراطية طبعا بشكل كبير، حتى لو كانت ديمقراطية فيها كثير من المشاكل بقى، ولكنها بعد كده ديمقراطية. بس ديمقراطية طبعا، حتى فعلا الفوت فوت طبعا، منتخب منتخب طبعا. ماشي، اشكرك جدا استاذ صحفي الاعلام محمد حجر، استمتعت جدا معاك النهارده، وان شاء الله باذن الله نشوف هيحصل ايه مع موضوع ترامب ده. نروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.